ولتسليط المزيد من الضوء مشاهدينا على إطلاق القمر الصناعي، مصر سات 2 من قاعة تيوتشان الصينية، ينضم إلينا دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. دكتور شريف، يعني طبعا أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية، ونبارك لكم هذه التجربة الناجحة، وبالتأكيد يعني النجاح يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية. رجاء أطلعنا على التفاصيل. اهلا وسهلا يا فندم، وبشكر حضرتك اهتمامك بالخبر ده، لان ده يعني اطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 ده تم النهارده في مدينه تيوتشان في الصين، وتم الحقيقه في الساعه 6:10 دقائق متوسطه. والقمر ده تم تنفيذه في اطار التعاون الاستراتيجي ما بين جمهوريه مصر العربيه وجمهوريه الصين الشعبيه، ويعد له اهميات كثيره جدا، اولها ان هو خطوه هامه ناحيه تنظيم تكنولوجيا القمر الصناعي في مصر. اولا القمر ده منحه جامده من الصين، ودي اول مره الصين تدي منحه لقمر في اي دوله في العالم. النقطه الثانيه ان دي اول مره لمصر تمتلك قمر، القمر ده ينزل في مصر ويتم عمليات التجميع والتكامل والاختبار فيه في مركز التجميع والتكامل والاختبار الدائم لوكالة الفضاء المصرية، وبرد المركز ده تم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وما بين الصين. هنا في تم تأسيس المهندسين المصريين مع الخبراء الصينيين في عمليات التجميع وتكامل اختبار قمر صناعي من حجم القمر المصري اللي هو من 80 ملي سم، ده وزنه في حدود 650 كيلو، فده يعتبر انجاز كبير جدا في مجال توطين تكنولوجيا القمر الصناعي. وطبعا القمر ده بعد اطلاقه هيكون له اهميه كبيره جدا. اولا هو الصور الفضائيه اللي تلتقط بالقمر ده هتخدم بصوره مباشره اهداف التنميه الاستراتيجيه للدوله المصريه، بمعنى انه هنقدر نتابع في مستوى المياه نهر النيل، دي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا ان احنا نعرف مصادر المياه السطحيه، هنقدر نعرف افضل توزيع المحصولات الزراعيه على مستوى القطر المصري، ونعظم الاستفاده من مراضي زراعيه في مصر. وفي الوقت نفسه توحيد نتحقق انه التوزيع دوت موجود ومطبق فعلا على ارض الواقع. نقدر نعرف القرارات الموجوده الطبيعيه الموجوده في مصر عامله ازاي، نقدر نتابع المشروعات القوميه الكبيره، نقدر من خلال الصور الفضائيه دي بندي متخذ القرار الاستراتيجي معلومات هامه جدا. طيب احنا كان مصر بتحصل على الصور دي من الخارج، يعني بتدفع ثمنها بالعمله الاجنبيه. النهارده القمر هيوفر لنا صور بدقه تحليليه توصل ل 2 متر، فده معناه ان احنا بدل ما نشتري صور دي من الخارج هنقدر ان احنا نمد بيها مصر، والقمر ده تحت السيطره الكامله لوكاله الفضاء المصريه، يعني للدوله المصريه، بمعنى انه بيدوس العالم كله، فده معناه ان انا اقدر ادي صور فضائيه لدول اخرى، اقدر اصور بالتعاون مع دول اخرى وشركات مع دول اخرى، اقدر نصور دول اخرى، وبالتالي ده هيعمل عائد كبير للاقتصاد المصري. وطبعا الدول اللي احنا بنهتم بيها هي دول افريقيا، لان احنا عندنا تعاون كبير مع دول افريقيا، ووجود برضه وكاله الفضاء المصريه الافريقيه على مصر هي دوله مضيفه ليها، ده برضه بيدينا امكانيه ان احنا كلنا دور قياده في افريقيا في هذا المجال. وطبعا انا ذكرت ان من ضمن الشراكة الاستراتيجية وجود مركز التجميع والتكامل، وده الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط. فعندنا اللي هو الشراكه دي نتج عنها حاجات كثيره جدا ايجابيه بالنسبه لتطور تكنولوجيا الفضاء في مصر. وطبعا احنا بنتطلع الى تعميق العلاقه الاستراتيجيه اللي بينها وبين في هذا المجال، وان شاء الله يعني خلال الاسابيع اللي جايه قليله اللي جايه ان شاء الله هنوفيكم بصور القمر اللي حنوصل عليها، وبرده ان شاء الله يمكن خلال شهرين من النهارده هنعلن عن مهمه فضائيه ثانيه هتطلق، النهارده تم ترتيبها وتطويرها بايد مصريه بنسبه كبيره جدا يعني. ف يعني النهارده اللي بيتم ده كله بيتسق مع استراتيجيه الدوله في التنميه المستدامه، وان احنا يكون عندنا كل الموارد بتاعتنا اللي هي تقدر تطور الدوله. واللي بنقوله هنا ان كمان ده علاقه الدوله المصريه بالصين بيوفر لنا منحه كبيره جدا لقمر ما كلفش الدوله ميزانيه الدوله اي اعباء، زائد مركز التنميه والتكامل، وده بيدي رياضه لمصر وبيدي مصر وضع في تطور التنميه المستدامه وفي بناء الاقتصاد المصري. فانا بشكر حضرتك تاني لاهتمامك بالخبر، وان شاء الله بنوافيكم دايما باخبار وكاله الفضاء المصريه.
أنا يعني هو أكيد دكتور شريف هو جهد محترم وإنجاز مقدر طبعا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.